كويت. الهوم وورك بتاعي أنا أن تتاح لكم معلومة وأن تكون هذه المعلومة دقيقة بحسب أقصى ما يمكننا من جهد. يعني حقكم علينا أن المعلومة تبقوا عارفينها، وأن المعلومة دي هي ده أقصى ما نملكه من صدق وصراحة ووضوح، وأنه أي خطأ في المعلومة ده يعني لن يكون إلا بسبب قصور الجهد البشري، لكن ما عدا ذلك فالمفروض والواجب والحق اللي ليكوا علينا أنكم تاخدوا المعلومة في وقتها، وتاخدوا المعلومة بكاملها، وتاخدوا المعلومة واضحة في الوقت اللي بتحدث فيه أو في أقرب وقت تتوفر فيه هذه المعلومة. ما عنديش كلام كتير أقوله أكتر من أنه أنا مؤمن تماما بحق مش الصحفي، حق المواطن في المعرفة، حق المواطن في شفافية المعلومة، وأنه الحقيقة أي المانع الأقوى للفساد وللأخطاء وللإهمال والقصور هو توفر المعلومة. لما المعلومة تبقى متوفرة الفساد هيقل والإهمال هيقل والأخطاء هتقل. ومؤمن قطعا بدور الإعلام في نشر المعلومة، وإن هو العين التي يرى بها المواطن والتي يرى بها المسؤول في نفس الوقت. فكلما كانت الرؤية أكثر وضوحا كلما كانت الحلول أكثر نجاعة. ما عنديش أكثر من كده أقوله، وكل أذان المصغية، وحريص على إن إحنا يبقى في عندنا دايما لقاءات دورية لو يناسبكم، لو تحبوا يبقى عندنا لقاء دوري كل يعني شهري أو نصف شهري أكون في منتهى السعادة، يعني ده لو الموضوع يعني يحمل أو يلقى قبولا من عندكم. يعني أنا زي ما قلت اسمي حسام عبد الغفار، أنا دكتور طبيب حاصل على الدكتوراه يعني، ورقم تليفوني 011-37-44، ما عنديش غير الرقم دوت، وبرد على كل الناس وفي 24 ساعة يعني ما عنديش أي مشاكل. في الوقت اللي ما بردش فيه يعني برجع تاني أتصل لأي سبب أو لآخر، يعني برجع تاني أتصل، وأعتقد اللي معاه تليفوني يعني شاف الكلام ده خلال الفترة اللي فاتت. الإيميل بتاعي هكتبه لكم عشان سهل يعني، أو هو حسام149@gmail، HOSAM149@gmail.com. طيب هو احنا لو حبينا بس نعمل نسبة احصائية لعدد المرات اللي بيتقالك فيها بعد الساعة 5 مقارنة بعدد المرات اللي بتطلب فيها. كويس انا يعني مش بقول انه صح او غلط، انا بس عايز اعرف عشان انسب قد ايه، يعني من كل 100 مرة بتطلب يتقالك 90 مرة مثلا بعد الساعة 5. اهو في كتير وقليل ده كلام رائع بس ما يعني لا ينتج. فخلينا نحط يعني اول حاجه طبعا ليس من الصواب، انا معاك تماما انه في كل الامور فانت تحتاج موافقه من مكتب الودير، الكلام ده الحقيقه ما ينفعش يستمر حتى لو لم تكن. هي الفكره انه في قضايا تتعلق باشخاص معينه، يعني موضوع في المكان الفلاني مش مفروض انه الشخص ده يرجع المكان الفلاني. فخلينا طيب انتوا كوسه هم ما عندهم اهرام. طيب خلينا احنا بس نقسم زي ما بقولها كده، انه في قضايا او في امور اكيد لا تحتاج ان انت ترجع فيها تاخد راي مركزي. يعني احنا بنتكلم في سهوله اتاحه المعلومه في الوقت المناسب وتوزيع المواد الاعلاميه بحيث انها تشمل جميع الانشطه اللي بتقدمها الوزاره، ما تبقاش النشاطات المتعلقه بالسيد الودير فقط. جوليستان. طب ده اسم جميل جدا، واضح انه عامل لك ازمه. يعني اشكرك ان انا كان بقالي فتره بدور على اسم جميل حقيقه، فشكرا ان انت وصلتي لي هذا الاسم. الشهيره بجولي. شهيره بجولي. لا ده اسم رائع يعني بجد، انا مبسوطه بالاسم ده.
احداث عربيه. الموضوع خلص، نسيت الموضوع. انا بقول هيك، هو في مشكله في اتاحه المعلومه، ودي احنا بروسيسنج انها تتحل. بس هي احيانا بيبقى في انت بتبي عايزه تتكلمي في موضوع ما، الحقيقه بيبقى اختيار المصدر غير مناسب، فده اللي بيخلي الدنيا يعني في ناس كتير بتطلب طلبات لحاجه ليها علاقه بالمشروع القومي للتدريب مثلا او التعليم الطبي المستمر، ماشي، وبتطلب شخص معين هو مش مسؤول عن التعليم الطبي المستمر، هو مسؤول على برنامج اخر. فخلينا بس في الايه يعني مع التواصل بيني وبينكم هنقدر نحدد الشخص المناسب اللي هو بيفهم في الموضوع، لانه زي ما حضرتك قلتي هو الهدف ان انا انقل معلومه من اكثر واحد عنده هذه المعلومه. فيعني هنحلها ان شاء الله بطريقه. لا هو 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 ده هو الحقيقه مش بيصرح لحد للامانه، يعني هو احنا بنكتب، اقول لحضرتك بس طب بالراحه، يعني هو احنا بنكتب على لسان الوزير وبنبعت للجرايد. يعني انا والله مقدر جدا، بس والله هو فعلا لا يعني مفيش تعمد، بس هي خليكي انت مكان حسام، انت قاعده هنا، يعني انت بالنسبه لك ساره بتكلم حسام عشان تاخد تصريح، لكن لو انت قاعده في الكرسي ده احنا في 30 واحد بيكلموا عشان ياخدوا التصريح، فبيبقى من الصعب احيانا انك ترد على ال 30 بس، فممكن انت توعي مره غيرك يوعي مره، يعني مش اكتر يعني. تبقيش دقيقة قوي. حاضر. فأنا لو ما عنديش وقت ممكن نكمل، بس نكمل اللفة. يعني بالنسبة للكلام اللي حضرتك قلته كله في حاجات محتاجة فعلا تتعدل. أنا بس ليا ثلاث تعليقات على جزء من اللي حضرتك قلته واللي حضرتك قلتيه، لأنه حضرتك لسه فرصتك هتيجي، يعني إنه برضه يعني كون إنه إحنا عندنا الكوارث فينبغي أن نقتنع تماما انه احنا مش مستلمين جون هوبكنز ولا كليفلاند، ونتيجه للسياسه العظيمه اللي احنا عملناها تحولنا الى مزبله، احنا مستلمين مزبله، ماشي، وبنحاول ان احنا نخرج بالناس من هذه المزبله بوضوح يعني. فلازم نساعد بعضينا، ونفس يعني عشان نبقى بقى اكثر وضوحا وعشان تعرف انه انا فاهم واضح جدا، يعني نفس المواطن اللي هو بيروح يشتغل فواتيفر دكتور او ايه وما بيقدمش الخدمه ويهمل وكده، هو نفسه لو لا قدر الله جات له حادثه بيبقى هو الضحيه اللي انت بتطالب بحقه. انما لو ما خفش او لو ما اصيبش وراح عمل شغله هيعمل كارثه. فانت شغلك ان انت تظبط هذا المواطن الحقيقه، انه يبقى حريص انه يعمل شغله، انه يبقى يعني احنا عندنا كوارث. اكمل بس كلامي، اكمل كلامي، انا ما قطعتكش. فالواقع انه احنا في كارثه تتعلق بالاربع امور اللي ليها علاقه بالصحه. مقدم الخدمه ده سواء من اول العامله اللي بتظبط كرسيين في الطوارئ دولت لحسابها الخاص كويسين وشغالين، اللي بيدفع لها هتطلع له، واللي ما بيدفع لهاش مش هتطلع له، وانتهاء او وتوسطا بالتمريض اللي بالمستلزمات بتتشال والدواء بيتشال اللي بيدفع، يعني خصخصة الخدمة الحكومية، وانتهاء بالطبيب اللي فاتح عيادة خاصة عشان تاخد الخدمة في المستشفى لازم تعدي على العيادة الخاصة تقطع الفيزيتا. وده مش موجود في مجال الصحة بس، ده موجود في العمل الحكومي كله، كل الموظفين، وده بمساعدة من الدولة في الفترات السابقة خصخصوا شغلانتهم، بقت الخدمة العامة متخصخصة، انت بتعمل الخدمة العامة بتاع اللي بتوفرها الدولة عن طريق ان انت بتضرب في جيبك. فده الفريق الصحي، ده محتاج الفريق الصحي كله محتاج ان ننظر اليه في ثلاث حاجات: انك تعيشه حياة كريمة، انك تدربه صح، انك توفر له ظروف ادمية ينفع يشتغل فيها. دي مشكلة المواطن، انت عندك كارثة في المواطن، انت بتاخد واحد بيتصفى حادثة بتلاقي 60 واحد داخلين معاه، ولو ما دخلوش بيخسروا المستشفى، مفيش حد بيغسل ايديه اساسا. فانت الخدمة الصحية دي مش انك تروح تاخد دواء في المستشفى، ان ابنك يغسل ايديه بعد كل اكلة
دي كارثة تحتاج إلى إصلاح. فالمواطن اللي بيتلقى الخدمة هو نفسه جزء من المنظومة محتاج إن نشتغل عليه. المستشفيات أو المكان تقديم الخدمة والآلية تقديم الخدمة ده احنا محتاج تشتغل عليه، سواء بقى من ناحية التجهيزات، من ناحية الانفكشن كنترول، من ناحية الأدوية، من ناحية كل حاجة. القواعد الحاكمة، هو في حاجة اسمها في الدنيا أمانة ووزارة وتأمين صحي وهيئة مع تعليمية وألف وبه وجيم، وفي النهاية ومستشفيات جامعة ومستشفيات جيش ومستشفيات شرطة، وفي حاجة في العالم كده، في حاجة اسمها ناس بتقدم الخدمة الصحية. بتقدم الخدمة الصحية يبقى ينطبق عليها نفس الشروط اللي بمقدمين الخدمة الصحية. إنما يعني هو ده بيقدم خدمة بالشمال وده بيقدم خدمة باليمين مثلا، ولا إيه النظام؟ في النهاية القواعد الحاكمة مش واحدة، القوانين اللي بتحكم كل واحدة فيهم لوحدها. فأنت عشان تظبطي القصة دي محتاجة تعدلي القوانين الحاكمة. انتوا عايزين تغيروا بجد ولا عايزين نقعد نضحك على بعض ونقول المستشفى دي ناقصها شوية دواء، طب هتقولها شوية فلوس عشان تشتري شوية دواء. انا يعني القصة ان انا ادي الدكتور 100,000 جنيه، طب هدي له 100,000 جنيه، هديك انا 100,000 جنيه واقول لك روح اسوان ماشي. في مجموعة عوامل لازم نشتغل عليها كلها لو ناويين نعدل الصح، لو ناويين نعدل البلد من الاخر يعني. طيب ده في جزء منه المواطن مش هيستناك لحد ما تعمل له الكلام ده، المواطن عايز يتعالج وعايز ما يموتش في المستشفى، ففي حاجات لازم هنشتغل عليها دلوقتي مع بعض. ماشي، وفي حاجات تانية لازم نحط لها تصور واضح نمشي عليه ويبقى احنا متفقين مع بعض احنا بنعمل ايه. ماشي، انما من العبثية ان انا اجي اقعد اقول لا مش الحل ابدا، اطلع في كل حته اقول لك اقيل المسؤول ولا المسؤول يستقيل. ما هو لو جبت 1,000,000 مسؤول بنفس الادوات هيعمل نفس القصه. فاحنا دي مسائل لازم احنا نشتغلها، وعشان كده احنا بنقعد مع بعض عشان انت بتوريني حاجه. طيب نيجي لجزئيه الخصوصيه المستشفى، هو انت عايزه تكلميني عشان انت صحفيه ولا عشان في واحد فعلا محتاج؟ لو في واحد فعلا محتاج ده يستوي انك تكوني صحفيه او غير صحفيه او غيره. ده مش لانك صحفيه المفروض تتخدمي، ده لانه الراجل ده محتاج فلازم يتخدم، وبالتالي فقصه الكارنيه او غيره مش هتفيد. لكن انا بقول لك بوضوح اهو، في اي مشكله انت تشوفيها باعتبار ان انت ليكي اطلاع اكثر كلميني على طول. ماشي، يعني من بلا تردد يعني انه هناك فيما يبدو نوع من التمييز ما بين ماشي، ويعني انت بالنسبه لك دلائل ووقائع باعتبار ان انت صاحب الخبر حقك. انا بالنسبه لي فيما يبدو لان انا لا اعلم هذه الدلائل والوقائع، فكل واحد زي ما انت قلت انا بتكلم عن بجيد عبد الله، انا بتكلم على حسام عبد الغفار. فبالنسبه لحسام عبد الغفار هو فيما يبدو، بالنسبه لعبد الجيد عبد الله هي دلائل ووقائع مش مختلفين. ولكن يعني هذه الجزئيه انا يعني سمعتها اكثر من مره، وبقول لك والله امبارح لسه قايله عايزين نجمع كل الكلام ده ونبدا نحط الامور في نصابها الصحيح. تمام. الحاله الثانيه بقى احنا بقى ماسكين المستشفيات، بس مستشفيات احنا بنروح مستشفى كده والله. يعني انا كل اللي طالبه يا جماعه قبل ما تروحوا المستشفى حضرتك بس كلمني وانا هنسق لك مع مدير المستشفى. اذا بنسق مع الاسم اللي وراك مثلا عايزين نشوف اي حاجه في المستشفى، لما هو مع المدير هيوديني اللي هو عايز يوديهولي على مزاجي. لا ما هو انا يا سيدتي العزيزه، يا سيدتي العزيزه. طيب نكمل وهاجي لحضرتك. اتفضلي اتفضلي.